بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. سائل أبو عمر يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للتوسل، هل هناك توسل جائز وتوسل ممنوع؟ وقد قرأت عن أن التوسل جائز وخصوصا بالأولياء الصالحين، نرجو منكم الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التوسل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والوسيلة هي القربة والطاعة، وهذا لا يكون إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. والتوسل فيه تفصيل، منه توسل مشروع، وهو التوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، فتقول: اللهم يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا تدعو الله بأسمائه وصفاته، كما قال أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة التي قدمتها وأسلفتها، كما توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم. أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأمانة التي حفظها لصاحبها حتى جاء وأخذها، والثاني توسل إلى الله بعفة فرجه عن الحرام بعدما تمكن منه، تركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، ففرج الله عنهم بذلك. وكذلك من التوسل الجائز توسل بدعاء الصالحين الحاضرين، بأن تطلب من عبد صالح أن يدعو الله لك، هذا توسل بدعاء الصالحين لأنه مظنة الإجابة. وقد توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس في مسألة الاستسقاء، وتوسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بأبي يزيد الجرشي للاستسقاء. دل هذا على أن التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين أنه أمر مشروع، وهو مظنة الإجابة، أن تقول له: يا أخي ادعو الله لي بكذا وكذا. هذه أنواع من التوسل الجائز والمشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بذوات الصالحين، أو التوسل بجاههم، أو التوسل بالغائبين والأموات. فهذا إذا كان ليس معه تقرب إلى الميت فإنه يعتبر شركا أصغر، ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وإن كان معه دعاء للميت أو استغاثة بالميت أو نذر للميت كما يفعله القبوريون، فهذا شرك أكبر عياذ بالله، مخرج من الملة، وإن سموه توسلا فهو توسل باطل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من يحدث في الدين أشياء ليست منه؟ فبعض الناس يدعي أنه يحب هذا الدين ويحب الرسول، ويأتي بأعمال تخالف الهدي النبوي وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الله به الدين، ولم يبقى مجال للزيادة بعده صلى الله عليه وسلم. فمن جاء بعبادة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أنها تقربه إلى الله، فإنها بدعة وضلالة، تبعده من الله
لهذا يقول الإمام مالك: ما أحدث أحد بدعة إلا قد اتهم الله جل وعلا في دينه، يعني أنه لم يكمل الدين، أو ما هذا معناه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والمحدثات، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: كل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله. إن الله جل وعلا لا يقبل إلا ما شرع، ولا يقبل ما شرعه المبتدع وجاء به من عنده. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: كيف يطيل المؤمن غرته في الوضوء كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ المؤمن يغسل الوجه كما أمر الله جل وعلا، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، وأما عرضه فهو من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. وأما تطويل الغرة والتحجيل فهذه زيادة من الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه، ولم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يسأل هذا السائل يا فضيلة الشيخ عن الوتر، هل هو خاص برمضان؟ وما أقله وما أكثره؟ الوتر عام في رمضان وفي غيره، وهو سنة مؤكد، بعض العلماء يرى وجوبه، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات الشفع والوتر. نعم. يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح السنة في دعاء القنوت، وهل له أدعية مخصوصة، وهل تشرع الإطالة في صلاة الوتر؟ القنوت مستحب ويكون في الوتر، في ركعة الوتر بعد الركوع، هذا دعاء القنوت. قد ورد فيه الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، قني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وإن زاد على ذلك فلا بأس، يدعو لدينه ودنياه بما يسر الله له بحسب حاجته، ولكن إن كان إماما فإنه لا يشق على المأمومين، بل يخفف على المأمومين. إذا كان المأموم، فإذا كان الإمام مطلوبا منه أن يخفف في الصلاة ولا يشق على المأمومين، قال عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فيخفف الإمام عن المأمومين في رمضان دعاء القنوت، حيث يكون دقائق معدودة ولا يشق عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يقول الشيخ في أسئلته: حمل المصحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام في الصلاة، هذا لا ينبغي. حمل المصحف للمأموم لمتابعة الإمام هذا لا ينبغي، لأمرين: أولا أنه يشغله عن تدبر القرآن ويكون نظره مع الحروف ومع الكتابة، والأمر الثاني أنه يترك سنة وهي القبض، قبض اليد اليسرى على باليد اليمنى على الصدر، هذه سنة. فإذا أخذ المصحف فإنه يترك هذه السنة ويفقد أجرها، فلا يحمل المصحف للمأموم إلا في حالة ما، إذا كان الإمام يقرأ عن ظهر قلب ويحصل عنده شيء من الخطأ في القراءة، فيريد المأموم أن يتابعه وينبهه على ما يحصل من الخطأ، فهذا لا بأس به لأنه لغرض صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل له مجموعة من الأسئلة، يبدأها بالسؤال عن حكم السترة وما مقدارها بالنسبة للمصلي. السترة سنة، السترة في الصلاة للإمام والمنفرد، السترة تشرع في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن سترة إمامه سترة له، ومقدارها قدر شبر أو ما زاد أو ما نقص، المهم أن يكون أمامه كمؤخرة الرحل، تكون سترة له عن المارة، هذا هو المستحب. نعم. يتساهل بعض الناس فضيلة الشيخ في المرور بين يدي المصلي سواء كان مفترضا أو متنفلا. لا يجوز المرور بين يدي المصلي إماما كان أو منفرد، أما المأموم كما ذكرنا فإن سترة إمامه سترة له، فلا يضر المرور بين يديه لا سيما للحاجة، فينبغي مراعاة هذا الأمر. وأما من مر بين المصلي وسترته فإن عليه إثما عظيما، قال صلى الله عليه وسلم: أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، و40 سنة أو 40 يوم، هذا ما لا شك أنه شاق. فالمر بين يدي المصلي
بينه وبين سترته أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة دون ثلاث أذرع، فهذا لا يجوز، ولا يجوز للمصلي أن يمكنه من المرور بل يدفعه، فإن أبى فليقاتله يعني فليضربه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبى فليقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان، فيجب التنبه لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. والأخت السائلة تقول: هل على الحائض والنفساء طواف وداع في الحج؟ ليس على الحائض والنفساء طواف وداع لا في الحج ولا في العمرة. قوله صلى الله عليه وسلم لصفية لما حاضت بعد الحج سأل عنها قالوا إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، قال انفري إذن يعني سافري، فأسقط عنها طواف الوداع. كذلك في الحديث عن ابن عباس قال رضي الله عنه: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال وردنا فضيلة الشيخ من سائل من جدة يقول: ما حكم شرب لبن الفرس؟ لا بأس بذلك، فرس من المباحات، لبنها ولحمها فهي من المباحات. نعم. يقول هذا السائل: الشيخ، هل البسملة آية من الفاتحة؟ وما حكم ترك القراءة لها في الصلاة عمدا أو نسيانا إماما أو منفردا؟ البسملة اختلف العلماء فيها هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة على قولين، والراجح أنها ليست من الفاتحة، وإنما يستحب قراءتها قبلها سرا، يستحب قراءتها سرا لما في الحديث الصحيح قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني في أول الفاتحة، ولم يذكر أنهم يستفتحونها بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أنها ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إلا أنها بعض آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في غير ذلك فإنها آية مستقلة تقرأ قبل السور ما عدا براءة. نعم. الأخت سامية من نجران تسأل عن حكم سجود التلاوة للحائض حين مراجعتها للقرآن وخلال ما تحفظ. الحائض في قراءتها للقرآن خلاف، ولكن إذا قرأته للضرورة بأن تخشى من النسيان أو تقرأه للامتحان الذي يفوت فلا بأس به إن شاء الله في هذه الحالة، وإذا مرت بآية سجدة فإنها تسجد، لأنه لا يشترط بسجود التلاوة الطهارة لأنه ليس صلاة إنما هو عبادة مستقلة. نعم. هذا السائل يقول: بنت عمي رضعت من أمي، هل يجوز لي أن أزوج ابني إحدى بناتها؟ نعم. يقول: بنت عمي رضعت من أمي، هل يجوز لي أن أزوج ابني إحدى بناتها؟ إذا رضعت من أمك صارت أخت لك، صارت عمة لأبنائك، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بها لأنها عمتهم من الرضاع. نعم. يقول هذا السائل: كم المبلغ الذي يخرج عن كفارة اليمين؟ لا يخرج في كفارة اليمين مبلغ، إنما يخرج الطعام، لأن الله أمر بالطعام، قال سبحانه وتعالى: كفارته إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقب. كفارة اليمين هي إحدى هذه الخصال: إطعام 10 مساكين من الطعام أو كسوتهم لكل مسكين ثوب أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين وليس فيها إخراج النقود أو الدراهم. نعم. فضيلة الشيخ، الختم القرآن مطلب أساسي لكي لا يكون المسلم هاجرا له، وهل من يقرأ سورة الكهف فقط كل جمعة يعتبر هاجرا للقرآن؟ ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن لأنه حياة قلبه وكلام ربه، وهو دافع للعمل الصالح ومانع من العمل السيء، فلا غنى للمسلم عن القرآن وتلاوته والإكثار من ذلك، ولا يهجر القرآن بمعنى أنه يترك تلاوته، على الأقل يختمه في كل شهر، هذا على الأقل، أو في كل 10 ليال، أو في كل 7، أو في كل 3، هذا هو المستحب للمسلم. نعم. ما حكم تقبيل المصحف؟ كثيرا من الناس يقرأ في هذا المصحف وفي الختام يقوم بتقبيله. لا مانع من ذلك، وقد فعله بعض الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: بالنسبة للاقتصار على 3 ركعات في الوتر، هل تجزي هذه؟
نعم هذا أدنى الكمال، أعلى الكمال 11 وأدناه 3 بسلامين الشفع والوتر، والمجزي ركعة واحدة. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما السنة يقول عند دفننا للميت؟ وهل ورد أننا نقوم بتذكير الناس عن الموت وعن أهواله؟ السنة في دفن الميت أن يحفر له القبر الذي يستره ويمنع ظهور الرائحة ويمنع وصول السباع إليه، لأنه منزله المؤقت إلى أن يبعث. يكون المسلمون يحسنون قبور موتاهم ويعتنون بها، وكذلك في وضعهم في اللحود يوجهون إلى القبلة على الجنب الأيمن، موجه إلى القبلة، ويسد عليه اللحد حيث لا يتناثر عليه التراب، بل يصف عليه اللبنات ويجعل خلال اللبنات طين، ثم يهال عليه التراب ويرفع، يعني يهال عليه ترابه تراب القبر ويرفع عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما من أجل أن لا يجتمع السيل على سطحه، يكون مسنما من أجل أن يزول السيل عنه ولا يرفع أكثر من شبر. وأيضا يوضع النصائب على أطراف القبر حتى تعرف حدوده. نعم أحسن الله إليكم. سائلة، أنا عاملة في منزل وأشتغل عند هؤلاء ويتأخرون في إعطاء راتبي وفلوسي، ما حكم الدعاء عليهم كلما ذكرت ذلك وأنا بحاجة لأرسل ذلك إلى أولادي؟ لا بأس بالدعاء على الظالم، يدعو المظلوم على ظالمه ودعوته مستجابة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يعطوا أجيرتهم أجرتها في وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وجاء في الحديث أن من الذين يخاصمهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يدفع له أجرته، ومن كان الرسول صلى الله عليه وسلم خصمه فإنه يخصمه يوم القيامة. الأمر خطير في هذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا فضيلة الشيخ، توضأت ومسحت ونشفت أطرافي ثم شككت في مدة المسح، فخلعت الشراب وغسلت رجلي وكل ذلك في دقيقتين، فهل هذا صحيح أم أعيد الوضوء؟ ما دام أن الشك قريب من الوضوء ولا يزال الماء على أعضائك، وخلعت الشراب لتغسل الرجلين، يعني شككت في غسل الرجلين فخلعت الشراب لتغسل الرجلين بيقين، فلا بأس بذلك، يكفي غسل الرجلين لأن الموالاة لم تفت. أما إذا مضى وقت بعد الوضوء ونشفت الأعضاء فلا بد من إعادة الوضوء كاملا إذا حصل فيه نقص. نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذه الحلقات مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.